بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان Remove the Frustrating Line، الخط المحبط اللي عمل لنا إحباط، عمل لبعض المستخدمين مستخدمي الوورد إحباط. إيه الخط المحبط ده؟ الخط ده بيتم إدراجه من خلال اختصار من اختصارات الأوفيس، وهي إن أنت تضغط على علامة ناقص 3 مرات كده وبعدين إنتر بين اي فقرتين او بين اي سطرين يعني، او في اول اي سطر 3 ناقص وتضغط انتر، فبيظهر خط بين الفقرات، خط جميل وكويس وحلو كده وابن حلال، بيخلي يعني المستند بتاعي شكله كويس. ولكن الصعوبة في ازالة الخط ده، شايف انت الخط اللي هو ده اللي يتم الاشارة اليه ده، فهو ده الخط المحبط او frustrating line. ازاي نعمله ريموف او ازالة او حذف؟ طبعا تعال نروح للوورد. هنا الخط بيتم ادراجه من خلال علامة ناقص 3 مرات وتضغط انتر، فبيظهر الخط ده معانا. في البداية طبعا بندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات ومشاركة الفيديوهات، وندعوكم لدعمنا، دعم القناة التعليمية ب يعني المشاهدات والمشاركات والتعليقات ايضا، وكمان بندعوكم للدعم المادي من خلال خدمة فودافون لو كنت في داخل مصر، والرقم موجود في وصف الفيديو، أو من خارج مصر من خلال خدمة وسترن يونيون، والتفاصيل في وصف الفيديو. إزاي نتخلص من الخط ده؟ طبعا لما بنحاول نحدد الخط ده ممكن فعلا نمسكه كده، ولكن ما بيتحددش. عشان أعمله ديليت، عشان أمسكه كده أعمله ديليت، مش بيتحدد. طب لو حددت آخر الفقرة ونزلت كده برضو الخط ما اتحددش، النص اتحدد هنا ولكن عملت له سيلكت، ولكن ما عملتش سيلكت ليه الخط ده. طيب ازاي نتخلص من الخط ده؟ ازاي نتخلص منه؟ هي دي الفكرة. لاحظ ان انا لما اكون في الفقرة اللي اسفل دي اللي تحت دي هنا، لما اروح للشريط الرئيسي الجروب بتاع فقرة باراجراف، هنا الحدود مش اكتف، مفيش اي حدود للفقرة دي. ولكن لو وقفت في الفقرة اللي هي بدايتها بسم الله والحمد لله، فبلاحظ ان هنا في تم تفعيل الحدود، الحدود اكتف. ولو ضغطت على الكومبو بوكس ده فهتكتشف ان الحد السفلي هو اللي فعال، اللي هو ده، تمام؟ الحد السفلي هو اللي فعال، معنى كده ان الخط ده الفراستريتنج لاين ده هو الخط المحبط ده، هو حد سفلي للفقرة العلوية. الفقرة اللي فوق دي حدها من تحت تم إدراج حد لها. هنتخلص منها ازاي؟ طبعا باختصار هتروح ل بلا حدود وتضغط عليها، فهيتم إخفاء أو حذف أو عمل ريموف طبعا أو ديليت للخط السفلي ده اللي هو كان يعني في صعوبة في إزالته. يمكن طبعا لو أنت في نفس الجلسة العمل تعمل أندو وتراجع عن الخط ده، ولكن لو عملت حفظ للملف وعملت له إغلاق وبعدين فتحته وكده، فمفيش أندو طبعا، مفيش تراجع، يمكن التخلص منه بالفقرة ماشي. وممكن تفتح الحدود بتاعة الفقرة من هنا، حدود وتظليل نفس الأداة، وتختار طبعا ان انت تحذف الخط السفلي ده، هو اللي متحدد، بتبدأ تضغط عليه مرة واحدة من هنا، او تضغط على بلا حدود كده في الاعدادات في الحدود، وتكون متأكد ان انت محدد من هنا الفقرة. بس كده يتم عمل اللازم مباشرة والتخلص من هذا الخط. دي كانت المعلومة اللي حبيت اشارك بيها في الفيديو الحالي، يا رب تكون معلومة مفيدة. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.